بسم الله، السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، احوالكم طيبه، عائلتكم على خير وبخير. صبروا حتى تدوز هذه المحنه ان شاء الله وتشافى المرضى ديالنا المصابين بكورونا، وتدوز هذه المحنه لبلادنا ان شاء الله على خير وبخير، وكل شيء يتعافى ان شاء الله وما تاذوش. هذا الفيديو غادي نوريكم واحد الوصفه سهله، وجبه بسيطه متواضعه ولكن بنينه وكتعجب الوليدات الصغار، خصوصا الناس اللي كيعجبهم بطاطا وما كيبغيوش ياكلوا معها شي حاجه وحده اخرى. هذه بطاطا مشرمله مريقه زوينه خاطره بجوج مكونات في جوج دقائق. كتاخذوا بطاطا تقطعوها طريفات كبارين باش ما كتحلش وما كتعجنش، ديروا ليها شويه الكمون، شويه التحميره، شويه البزار، ملحه، زيت البلديه، بصيله مشلضه، والثومه والقزبر مدقوقين، ولا قطعوا القزبر وزيدوا الثومه محكوكه. ضيفوا لها شي شويه الخرقوم على حساب الرغبه ديالكم. خلطوا المكونات، زيدوا لها كويس ديال الماء، حطوا الكوكوط ولا الطنجره ديالكم تغلى فوق البوطه الوقت اللي تحكوا ليها 4 الحبات ديال مطيشه على حساب الكميه اللي عندكم نتوما ديال البطاطا. زيدوا لها معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك، خلطوهم مزيان، زيدوهم على ديك البطاطا اللي غلات لكم، وزيدوا الكميه ديال الماء اللي غادي تمرقوا بها الطنجره ديالكم. غطوا ديك الطنجره ديالكم ما تسدوش عليها، كطيب دغيا كيجي المذاق ديالها زوين بزاف. تقدروا تضيفوا لها كويرات ديال الكفته حتى هما كيجيو زوينين، تزيدوهم حتى تقربوا تطفيو على الكوكوت لان الكفته دغيا كطيب، الا درتوها بكري غادي تقصح لكم، كيعطي مذاق زوين وكتزيد تختار هذيك الطنجره ديالكم.